بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 55، دائما مع إيفاليسيون إي سوتيان، يعني تقييم ودعم. إذن عندنا في الأول ديال الصفحة كما نرى عندنا جوي يعني لعبة. إذن هذا لو فيرب جوي يعني لعبة. طبعا الحال هنا سنستفيد وفي نفس الوقت وكأننا نلعب. إذن جوبسيرف لي زيماج et je trouve des mots où j'entends. J'observe, هذا le verbe observer. J'observe, هذا le verbe observer. ماذا سألاحظ؟ J'observe les images. أنا ألاحظ الصور. Sur la page, on a 5 images. على الصفحة عندنا 5 صور. إذن, j'observe les images et je trouve وأنا أجد. C'est le verbe trouver. Et je trouve, c'est le verbe trouver. يعني وجد. et je trouve وأنا أجد des mots où j'entends. وأنا أجد كلمات où j'entends. حيث هذه أو ديال المكان. طبعا الحال هنا تنتكلم على هذه الصور، الكلمات اللي تتعبر على هذه الصور كأنها مكان لواحد الأحرف غادي نسمعها. طبعا الحال ملي غننطق هذه الكلمات اللي تتعبر على هذه الصور، إذا بطبيعة الحال ضمن هاد الكلمات بحال كأنها مكان بالنسبة لهاد الأحرف. هنا بطبيعة الحال سنستعمل أو، ليست أو الأخرى ديال الخيار. إسكو فو بخوني سا أو سا، هل تأخذون هذا أو هذا، هذه ديال الخيار، يعني أن الإنسان تيخيرك واش بغيتي هذه ولا هذه. هذه تنستعملوا فيها أو اللي ما عندهاش واحد لاكسون فوق إي. هنا عندنا أو كي بخو أن أكسون سيغ إي، يعني عندنا أو اللي تتاخذ واحد لاكسون الخطيط صغير كما تنشوف فوق اي. اذا هذه ديال المكان. اذا جو تروف دي مو، انا اجد كلمات او جونطون، حيث انا اسمع. سي لو فيرب اونتوندر، هذا فعل سامعه. او جونطون طبعاً الحال اشنو غنسمع في هذه الكلمات؟ يا اما غنسمع فيها ا او 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 ال او 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 بي او اي او ار. إذا بطبيعة الحال غنشوف هاد الصور ونشوف الأسماء ديالها، كل كلمة غنشوف أشنو اللي غنسمع فيها من هاد الأحرف. إذا سنربط بين هاد الأحرف والكلمات التي تتضمنها. إذا نبخونو لا بخوميييغ إيماج، نأخذ الصورة الأولى كيسكونا. نبخونو لا بخوميييغ إيماج كياس سي أومار. إذن أشنا هما الأحرف اللي غنسمعوهم في كلمة أومار؟ إذن أولا كاين أو، إذن نقول أومار أو. ثانيا عندنا أم ثم عندنا صوت أ. طبيعة الحال أومار عندنا ما، إذن هاد ما كأنها في الحقيقة ما أ، ولكن تنزجو بيناتها. إذن عندنا أومار، إذن كلمة أومار تتضمن صوت أو ثم الصوت ا. ثم بعدها لا دوزيام ايماج كيسكونا، هنا ان ليفر. اذا اشنا هي الاصوات المتضمنه في هاد النطق في هاد الكلمه؟ اذا كلمه ليفر بطبيعه الحال اولا تتضمن صوت ال، يعني ليفر. اذا بطبيعه الحال لا بروميير سيلاب، يعني أن المقطع اللفظي الأول في هذه الكلمة هو ال إي، أنه تنطق دفعة واحدة، نقول ليفغ. إذا بعدها كاين فغ، يعني هاد ذائر أ أنها تنطق أيضا دفعة واحدة. إذا كلمة ليفغ كما نلاحظ أنها مكونة من مقطعين لفظيين. إذا عندنا ال إي، إذا بطبيعة الحال الصوتين لي ال إي، كأننا نقول الإي، إذا ليفر لي. إذا عندنا ال ثم إي. نبخونو لا تخوازيام إيماج، كيسكو سي؟ سيت أن تابي. إذا أشنا هي الأصوات المتضمنة في هاد الكلمة؟ إذا كلمة طابي بطبيعة الحال عندنا طي أ، كأننا نقول طأ، إذا تنطق دفعة واحدة نقول طا. إذا بطبيعة الحال كاين لو صون ا،
يعني كاين الصوت أ ثم بعد كاين بي بي. إذا طبعا الحال كأننا نقول بي إي، إذا تنطق دفعة واحدة نقول بي. إذا طبعا الحال هنا كاين الصوتين بي ثم إي. نبخونو لكاتخيم إيماج، نأخذ الصورة الرابعة. كيسكو سي؟ سيت أون غاكل، سيت أون غاكل. إذا كلمة غاكل أشنا هو الصوت اللي تضمنو؟ إذا كاين طبعا الحال أو ثم كاين غاكل ال. إذا عندنا ال أو، طبعا الحال ال أو تنطق دفعة واحدة نقول ال غاكل. إذا هاد ال يعني أنها تخرج دفعة واحدة، أنها تنطق دفعة واحدة. إذا طبعا الحال أنها تتضمن الصوتين ال أو. ثم عندنا لا ديغنييغ إيماج، عندنا الصورة الأخيرة. إذا كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ سيت أون شوميز، سيت أون شوميز. إذا بطبيعة الحال كلمة شوميز أنها تتضمن أ ش. إذا عندنا الش ثم أ، إذا ش شوميز. ثم عندنا مي، أم إي. إذا كأننا نقول مي، إذا دفعة واحدة نقول مي. إذا بطبيعة الحال عندنا الصوت إي، ثم بعدها عندنا إس أ شوميز. إذا عندنا هاد أ. إذا بطبيعة الحال كلمة شوميز تتضمن الصوت أ ثم الصوت إي. نو باسون أو دوزيام باراغراف. جو لي لو تكست إي جو لو روكوبي سور مون كيي. جو لي أنا أقرأ، جو لي أنا أقرأ. سي لو فيرب ليغ، سي لو فيرب ليغ. أنا أقرأ، جو لي لو تكست، أنا أقرأ النص. طبعا الحال كما تنشوفوا عندنا واحد النص صغير فيه خلط بين الكلمات وبين الصور. طبعا الحال مكان هاد الصور سنضع كلمات، سنضع كلمات يعني لهاد الصور. اذا جو لي لو تيكست، انا اقرا النص. طبعا اثناء القراءه سنعوض هاد الصور بالكلمات المناسبه. اذا جو لي لو تيكست اي جو لو ريكوبي، وانا انقله. هنا بطبيعه الحال المقصود اي جو ريكوبي لو تيكست، وانا انقل النص. ما بغيناش نعاودو هاد لو تيكست، عوضنا بهاد لو. وانا انقله، هاد هو هو هاد ال او اللي عندنا هنا. اي جو لو ريكوبي سور مون كيي، يعني وانا انقله على دفتري، ماشي سور لو كيي، على الدفتر. طبعا الحال حتى هي صحيحه، ولكن هنا عندنا سور مون كيي، على دفتري. اذا جو لي لو تيكست اي جو لو ريكوبي سور مون كيي. اذا عندنا النص هو هذا، شاما اين جولي. شنو غنقولو؟ ال ا ان، ماذا سنقول؟ ال فا ا، ال فا ا، ماذا سنقول؟ ان ان. عندنا ان يعني في كذا، اللي ال اكري، هي تقرا وهي تكتب. اذا هي تقرا وهي تكتب. الا الا، طبعا الحال سنعوض هذه الصورة أيضا، ألي أه ثم سنكمل، ألي أه ثم سنكمل بكلمة مناسبة. إذا نعود لأول النص. كيسكونا؟ أون شاما أن جولي. كيسكون فا ميتخ على بلاس دو سيت إيماج، ماذا سنضع في مكان هذه الصورة؟ شاما أن جولي، شاما أن جولي روب، شاما ان جولي روب، يعني ان شاما عندها فستان جميل. ال ا ان كارطابل، ال ا ان كارطابل، يعني هي عندها محفظه. ال فا ا، ال فا هي تذهب. طبعا الحال عندنا لو فيرب الي هنا، ال فا هي تذهب ا ليكول، ا ليكول هي تذهب للمدرسه. ان يعني في كذا، اللي ال اكري يعني هي تقرا وهي تكتب. اذا عندنا لو فيرب لير وعندنا لو فيرب اكرير، يعني قراءة وكتابة. اذا سنقول ماذا؟ اون كلاس، اون كلاس يعني في قاعة القسم، يعني في حجرة الدرس، يعني في حجرة الدرس. اذا اون كلاس اللي ال اكري يعني في حجرة الدرس، هي تقرا وهي تكتب. ثم على
à la maison, à la maison, يعني في المنزل, à la maison, في المنزل, elle lit un livre, elle lit un livre, يعني في المنزل, هي تقرأ كتابا. إذن طبعا الحال سننقل هاد النص صغير ولكن سنعوض هاد الصور سنعوضها بكلمات. إذن on va recopier ce petit texte. إذن سننقل هاد النص الصغير en mettant à la place de chaque image le mot qui convient. سنضع مكان الصور الكلمة المناسبة. إذن qu'est-ce qu'on va mettre comme exemple? On va mettre Shama a une jolie robe. Elle a un cartable. Elle va à l'école, en classe. Elle lit et elle écrit. À la maison, elle lit un livre. Nous passons au troisième paragraphe. Je rassemble les lettres. Je trouve le mot et je le lis. Et je le lis. Et donc je rassemble. C'est le verbe rassembler. C'est le verbe rassembler. C'est-à-dire réunir et mettre en ordre. إذن غاسومبلي مقصود به هي غيونيغ يعني أنك تجمع المطلوب منا بطبيعة الحال أن نجمع هاد الأحرف. إذن غاسومبلي المقصود به غيونيغ إي ماتر أون أوردر وأن تضع في ترتيب. بطبيعة الحال سنجمع هاد الأحرف التي نراها في الأسفل ثم سنضعها في ترتيب معين. بطبيعة الحال الترتيب غيعطي لهاد الكلمة الجديدة غيعطيها واحد المعنى. ما غنخليوهاش بهاد الترتيب اللي عندنا الآن. علاش؟ لحقاش ما عطيناش شي معنى. ما معنى يوصل يوصل أو لوكسا أو لوكسا؟ ما عندهاش معنى. أو إيغوب أو ماغو، يعني هاد الكلمات بهاد الترتيب ديال هاد الحروف ما عندهاش معنى. إذن حنا غنعاودو نجمعو هاد الأحرف وغنعاودو نعطيها واحد الترتيب جديد وبالتالي غيكون عندها معنى. إذن جو غاسومبل لي ليتر، أنا أجمع وأرتب بمعنى آخر. إذن سي لو فيرب غاسومبلي كما قلنا كي فو دير غيونيغ إي ماتر أون أوردر. جو تخوف لو مو إي جو لو لي، أنا أجد الكلمة بطبيعة الحال غنلقى الكلمة اللي عندها معنى. إي جو لو لي وأنا أقرأه. بطبيعة الحال عندنا هنا لو مو باللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة. اي جو لو لي وانا اقراه، المقصود وانا اقراها، يعني المقصود وانا اقرا الكلمه، الكلمه الجديده. اذا سي نو برونون لو بروميي انسومبل دو ليتر. اذا اخذنا المجموعه الاولى ديال الاحرف كيسكو فا ميتر كوم اكزومبل بور اوبتونيغ ان مو كيا ان سونس، ماذا سنفعل كمثال لكي نحصل على كلمه لها معنى. كومون فا تو فير بور اوبتونيغ ان مو كيا ان سونس، ماذا سنفعل لنحصل على كلمة لها معنى. إذن عندنا يوصل، إذن الكلمة إذن هي إيكول. إيكول طبيعة الحال تنعرف بأن الصي إلا جات مورا أو تنطق بحال إس، ولكن إلا جات هاد الصي بعدها أو تنطق ككا. إذن طبيعة الحال إلا قرينا هاد الكلمة الأولى اللي ما عندها معنى غنقراوها يوصل، ولكن في الترتيب الجديد لهاد الأحرف سنضع السي قبل او، اذا سننطقها كو. اذا اكول اكول، اذا بطبيعه الحال هاد او غتجي في الاخر اكول. نو باسون او دوزيام انسومبل دو ليتر، نمر الى المجموعه الثانيه للاحرف لوكسا لوكسا. الوغ كيلي لو نوفو اوردر كو فا بخوندر سي ليتر بور اوبتونيغ ان مو كيا ان سونس، اذا ما هو الترتيب الجديد الذي ستاخذه هاد الاحرف ليكون للكلمه الجديده معنى. إذن كما نرى لوكسا هذه ما عندها معنى. إذن كيلي لو نوفو أوردر كو فا بخوندر سي ليتر بور أوبتونيغ، لكي نحصل أو للحصول بور أوبتونيغ أن نوفو مو كيا أن سونس، للحصول على كلمة جديدة لها معنى. إذن بطبيعة الحال سنقول ماذا؟ سنقول كلاس 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 سي إل أ دو زيس أ. نو باسون أو تخوازيام مو ألوغ كو فا تون ميتر كوم أوردر pour obtenir un mot qui a un sens. إذن ماذا سنضع كترتيب لهاد الأحرف لنحصل على كلمة ذات معنى؟ alors que va-t-on mettre comme ordre pour ces lettres pour obtenir un nouveau mot qui a un sens? On va mettre robe. On va mettre robe. إذن طبعا الكلمة robe تعني فستان. إذن سنضع R O T
ثم ب ثم أ. إذن سنضع روب. نو باسو أو ديرني مو. نمر إلى الكلمة الأخيرة. كيسكونا؟ أونا مارو. كيسكونا؟ أونا مارو. بيان سور مارو نا با دو سونس. مارو ليس لها معنى. Alors, comment va-t-on mettre comme ordre pour obtenir un nouveau mot qui a un sens ? Eden, ماذا سنضع كترتيب للحصول على كلمة جديدة ذات معنى ? Eden, on va mettre tout simplement Omar. كما تنشوفوا حرف O أنه كبير وبالتالي في الحقيقة خاص يكون هو الأول. تنعرف بأن الأحرف الكبيرة خاصة في الأسماء أنها تكون في الأول ديال الكلمة. طبعا الحال على حساب الموضوع ديال الكلمة ولا حساب الكلمة. طبعا الحال هنا سنضع هاد O في الأول نظرا للكلمة لأنها هي اسم شخص. إذن سنقول ماذا؟ On va dire Omar. Omar. إذن سنكتب Omar. إذن سنضع O ثم M ثم A ثم R. إذن Omar. Nous passons au quatrième paragraphe. Qu'est-ce qu'on a? Je lis ce qui est juste. Je lis. أنا أقرأ. Ça veut dire lire. Je lis ce qui est juste. يعني أنا أقرأ هذا الذي هو صحيح. يعني أنا أقرأ ما هو صحيح. إذن جولي سوكي جست. طبعا الحال كما تنشوفو عندنا سنو برونو لا بخونيغ فخاز. كيسكونا أون شاما أ. إذن كيسكو فا ميتر شاما أ أن كارطابل أو بيان شاما أ أون كارطابل. طبعا الحال كي اللي غيعمل ليها شاما أ أون كارطابل. علاش؟ لأن غيمشي مع اللغة العربية. تنعرفوا بأن كارطابل هي المحفظة. إذن في اللغة الفرنسية ماشي بحال اللغة العربية. كارطابل هي كلمة مذكرة. إذن سنضع ماذا؟ شاما أن كارطابل. سينو برونو سيت أو بيان سيت أون راجل. ألوغ كيسكو فا ميتر سيت أو بيان سيت أون راجل. بيان سور لو مو راجل دي تامو féminin. Le mot règle est un mot féminin. Kalimat règle est kalimat mu'annata. Donc on va mettre c'est une règle. C'est une règle. Yani hiya mistara. Innaha mistara. C'est une règle. Si nous prenons Shama et Omar. Shama et Omar, qu'est-ce qu'on va dire? Shama et Omar a des livres ou bien Shama et Omar ont des livres. Tabat l'hal had a ou had on. خاصنا نعرفوهم. هادو ما هما إلا لو فيرب أفواغ. هادو ما هما إلا الفعل أفواغ. تنعرفوا بأن أفواغ نقول جي تو يا إل أن نو زافون فو زافي إل زون. إذن نستعمل هاد أ ملي تيكون عندنا المفرد. بحال دابا إلا تكلمنا على شمب بوحدها أو إلا تكلمنا على عمر بوحدو غنستعملوا هاد أ. إذن سنقول مثلا شمع أ دي ليفغ يعني أن شمع عندها. لأن أفواغ يعني عنده عندي عندك عندنا عندهم. أفواغ هذا هو المعنى ديالهم اللي تيكون مورا اسم. إذن شامة أ دي ليفغ يعني أن شامة عندها كتب. إلا تكلمنا على عمر ماذا سنقول؟ عمر أ دي ليفغ يعني عمر عنده كتب. إذن هاد أ اللي كاينة الفوق راه تتعني عنده عندها. ولكن إلا مشينا لهاد أ هذه تتعني عندهم. وإلا تكلمنا على الشماء أومار إذن ماذا سنضع؟ طبعا الحال سنضع عندهم شماء أومار. ولا عندنا جمع هنا ولات عندنا مجموعة ديال الأشخاص. إذن شماء أومار أون دي ليفر يعني أن شماء وعمر عندهم كتب. يعني أن شماء وعمر عندهم كتب. إذن أون فا ميتر شماء أومار أون دي ليفر يعني أن شماء وعمر عندهم كتب. إذن هذه الجملة الصحيحة. نو ريبرونون سي فراز. نأخذ من جديد هذه الجمل. شاما أن كارطابل. سيت أون راجل. شاما إي أومار أون دي ليفر. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.